طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مع التسليم. وبعد، أخواني الكرام، تحية طيبة. أنا سعيد كل السعادة أن ألتقي بكم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. واليوم طبعا يوم البل، والليلة أسعد يوم، الحمد لله رب العالمين. ونحن كل يوم إن شاء الله متقدمين على هؤلاء الهوانات المرتزقة المجرمين، الجناح السياسي منهم والحرية التغيير، والجناح العسكري آل دقلو بإذن الله سبحانه وتعالى، والجيش السوداني منتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. عم دار خط الناس في الصورة، وخط الناس بإذن الله سبحانه وتعالى في الموقف العملياتي، ودار أضع الشعب السوداني والمغتربين والناس المقيمين عن الواقع، والناس المقيمين عن الشيء اللي قاعد يدور الآن على أرض الميدان، في أرض المحنة الجزيرة، وعلى مستوى ولاية الخرطوم، على مستوى كل المناطق. دار اخوتكم في الصورة، ودار اضع الناس انه الليلة الحمد لله رب العالمين جيشنا متقدم، وجيشنا الليلة منتصر الحمد لله رب العالمين. الجيش السوداني الان يتمدد بثبات وقوة في اجزاء كبيرة جدا من امدرمان ومبدات، وحتى امدرمان سجن الهدى وغندهار وشارع كرور، بكل المعلومات الحمد لله رب العالمين المؤكدة وجاي للناس. يمكن قد يكون كثير من الناس من ربا وشارع النخيل، والحمد لله رب العالمين جيشنا الآن بيتعامل مع جيوب التمرد في بعض المناطق، وإن شاء الله أم درمان حتكون خالية من هؤلاء المرتزقة المجرمين الخونة بإذن الله سبحانه وتعالى. الليلة الجيش السوداني دمر عدد كبير جدا من كروزرات الهوانات بالعيلفون، وعدد من العربات القتالية في ود الحداد ووضع عبد الله بولاية الجزيرة. الليلة عملنا لهم كمين، وعملنا لهم كمين في مصنع السكر بتاع سنار، والحمد لله رب العالمين الآن جثثهم تأكل فيها الكلاب، وجثثهم الآن بيأكلوا فيها بإذن الله سبحانه وتعالى الصقار، الصقور، صقور الجو. الحمد لله رب العالمين الآن شبعانات في جثث هؤلاء المرتزقة المجرمين على مستوى سكر سنار. الليلة قضينا على أعداد كبيرة جدا من هؤلاء المتمردين، كانوا دارين يهجموا على سنار من قوى الميليشيات والمتعاونين معهم. كل الحمد لله رب العالمين تم البل بنجاح، كلهم تم بلهم بنجاح، أعداد كبيرة منهم يمكن قد تقدر بالمئات، والإحصاءات دي حيجيبوها لكم إخواننا في الاستخبارات تاني، وما في حاجة داسينها ولا في حاجة خايفين عليها ولا في حاجة أن إحنا بعد ده من لبدة من الناس. الحمد لله رب العالمين بعد ده إلا انتصار بعده انتصار بإذن الله سبحانه وتعالى. الليلة المقاومة الشعبية بإذن الله سبحانه وتعالى مستمرة بكل فعالياتها، والقوات المسلحة التف حول المواطنين الحمد لله رب العالمين، وتم تسليع عدد كبير جدا من المواطنين. المقاومة الشعبية الليلة قتلت 3 من المرتزقة الأجانب في منطقة بولاية سنار، في منطقة هناك الحمد لله تم بلهم، ويبقى المصادر ويبقى القالوا أخواننا ناس ناصر مختار وكل الأخوان الآن اللي تناقلوه. دي كلها بشريات ودي كلها انتصارات. المقاومة الشعبية الآن شغالة بل في الهوانات، والجيش السوداني الآن شغال بل في الهوانات. الليلة الحمد لله رب العالمين انتصرنا تب، يعني أنا أبشر الناس وأطمن الناس، القوات المسلحة الآن تقدمت بكل اتجاهات في الخرطوم، الآن متقدمين 6-0، وعلى مستوى ولاية الجزيرة متقدمين في ود الحداد والحاج عبد الله، وفي ولاية سنار الحمد لله رب العالمين تم بل كل الهوانات اللي كانوا دارين يدخلوا ولاية سنار في مصنع السكر. الناس صحيح أعداد كبيرة، صحيح التحدي كبير، صحيح انه الدول الدعماهم والدعم التمرد والدعم اللي بتزعى لتفكيك وتقسيم السودان دول كبيره ودول قد تكون عظمى، وقد تكون كل دول الجوار حول الشعب السوداني كلها دايره تفكيك السودان ودايره تقسيم السودان. الليله حميتي اليوم من الايام حاول انه يقتل اخونا البرهان، وحاول انه يقتل البرهان داخل القياده العامه. الليله بعد قعدوا معاه هؤلاء الهوانات كان بيتكلم انه لغته لغه بتاع التهديد، ولغه بتاعت انه البرهان مرق من القياده العامه بسفنجه، ودايرين هؤلاء الهوانات المرتزقه المجرمين دايرين يقعدوا حميتي مع البرهان في تفاوض، وهو لغته كلها لغه بتاع التهديد، ولغه بتاعت انه انا خوفتكم، انا بقول لهم تعالوا داخلين السودان وحتنبلوا داخل السودان باذن الله سبحانه وتعالى. ان احنا الليله عندنا كلام سخن جدا حنوجهه لاخونا البرهان، ونتمنى يتقبلوا بصدر رحب، ونتمنى الجيش السوداني يتقبل كلامنا بصدر رحب، ونتمنى انه المقاومه الشعبيه بعدها تنتفض بصوره حقيقيه بدون اي مجاملات. صحيح الناس اتجمعوا في الدويم اهن الكواهله، واتجمعوا بكميات كبيره جدا قد تكون بالالاف وقد يكونوا بالملايين اهن الكواهله،
لكن اتجمعوا وانفضوا. ان احنا دارين التجمع بعد طوال القوة المسلحة تتحرك وتتوجه للقطينة وتحرر اهلنا في القطينة. دارين القوة المسلحة الامبارح القعدوا في السباق اهلنا الشكرية، دارينهم بعد الاجتماع المكثف الكان في الشكرية والناس باعدادهم وكمياتهم الكبيرة من اهلنا الشكرية يتقدموا مع قائد الفرقة اللي بيكون موجود في السباق ويمشوا يحرروا لنا اي منطقة من المناطق القريبة لاهلنا في البطانة. الليلة المقاومة الشعبية التفت حول القوات المسلحة وجيش واحد وشعب واحد، معناته انه احنا دارين نقضى على التمرد، ما بنقضى على التمرد بالاماني ولم نقضى على التمرد بالتجمعات وانفضاض التجمعات، ولا احنا دارين اي قبيلة من قبائل الشعب السوداني تورينا قوتها بوجودهم فقط يجوا يطلعوا ويظهروا، وانه احنا موجودين. صحيح انتم موجودين اهلنا الشكرية بالالاف، واهلنا الكواهلة بالملايين، واهلنا الهواوير بالملايين، واهلنا الدار حامد بالملايين، واهلنا الحامدة بالملايين. احنا عندنا 200 قبيلة متساوية في السودان، متساوية في العتاد وفي الرجال، ومساوية في النسمات الموجودة على مستوى السودان. عندنا 500 خشم بيت موجودة على مستوى السودان. نحن ما محتاجين الآن لإظهار قوة، نحن محتاجين لقوة تكون في أرض الميدان. الليلة هؤلاء المتمردين الخونة معاهم قوة الحرية التغيير أظهروا عداؤهم الحقيقي. الناس اللي كانوا بيقولوا نحن محايدين وكانوا بيقولوا نحن دارين نعمل تقارب بين البرهان وبين حميتي، الليلة أظهروا عداؤهم للشعب السوداني. والليلة قوة الحرية التغيير بدأت تفسخ جلدها جلد الثعبان، بدأت تفسخه بقوة سموها تقدم، ودارين بقدر الإمكان إنه الليلة هم شغالين مع الروبورت اللي جابوه الاصل قالوا ده حميتي، ودارين يقنعوا به الشعب السوداني بالقوه، ودارين يقنعونا ان احنا بالرجاله انه ده حميتي، في حين انه ان احنا مهما كانوا حتى لو نزل ربنا سبحانه الا ربنا ينزل ايه يقول حميتي ده حي، ولا يبقى هو ايه من ايات الله زي سيدنا عيسى عليه السلام، ولا يكون هو المهدي المنتظر، ولا يكون حميتي ده البعات الان القايم يكون هو من تروب البنيه. لكن أنا إحنا بالنسبة لنا حميتي ما تشبع موت، وبالمعلومات المؤكدة والمصادر المؤكدة الطول الليلة قاعد الزول اللي يلف على مستوى كينيا وعلى مستوى أثيوبيا ده ما حميتي، ولا الطول بتاعه طول حميتي، ولا القلم الماسك والدار يوقع به حميتي ما بيعرف بيوقع، حميتي ما عنده لغة إنجليزية عشان يتكلم بها، حميتي ما بجيبوه بالبرود الآن شايفينه أنا إحنا على مستوى الزول اللافي على مستوى كينيا، لأنه مهما زاد حميتي ممكن يزيد سمن، ممكن يشحم لكن لا يمكن يطول، ممكن يضعف لكن لا يمكن أن يبقى أطول من ذلك. عشان كده الليلة هم حاولوا بعد ما حاولوا إنه حميتي إنه يقتل أخونا البرهان على مستوى القيادة العامة، جايين الليلة دارين يقعدوه مع البرهان. أنا أخشى على الشعب السوداني من التقسيم، وأخشى على السودان من الانفصالات، وأخشى على السودان من هؤلاء العملاء المرتزقة مع الدول المجاورة. نحن عندنا كلام قوي جدا حنقوله ونوجهه لأخونا البرهان، نتمنى إنه تقبله. الليلة أظهرت قوى الحرية تغيير عداءها، معناتها نحن عندنا إجراءات لازم تتعمل، وعندنا تفاصيل لابد من الحكومة السودانية تعملها بمجرد قلم. أول حاجة لابد من إعفاء النائب العام للدولة، لابد من إعفائه اليوم قبل بكرة لأنه يتبع لقوى الحرية التغيير، لابد من إعفاء كل الولاة الموجودين على مستوى الولايات التي تم تعيينهم في عهد حمدوك، لابد من تغيير كل المدراء التنفيذيين على مستوى الولايات والمحليات اللي كانوا تم تعيينهم في عهد حميتي وحمدوك، لابد من تغيير وزير الخارجية اللي تم تكليفه في عهد حمدوك، لابد من 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 إغالة وزير الإعلام، لابد من إغالة وزير المالية، لابد من إغالة وزير الدفاع الموجود اللي تم تكليفه في عهد حمدوك، لابد من تغيير حقيقي وتشريع حقيقي للدولة السودانية وتكوين حكومة تمثل الشعب السوداني وتمثل الجيش السوداني وتمثل الوطنية السودانية. الناس تم تكليفهم في عهد حمدوك ديل بيمثلوا عمة الخيانة وعمة الارتزاق وقمة الخيانة للوطن وللقوات المسلحة. نحن الزمن ده كله منتظرين، وكنا منتظرين ان الزول ده يطلعوه. الدول الليلة اظهرت اعدائها، لابد من يعني كل السفراء الموجودين على مستوى اثيوبيا استدعاهم على مستوى السودان. ان احنا محتاجين للاجراءات تتم من اخونا البرهان، اعفاء اول حاجه استدعاء السفير في اثيوبيا للسفير السوداني، ولا بد من استدعاء السفير الموجود على مستوى كينيا،
ولا بد من قطع العلاقات مع كينيا ومع أثيوبيا ومع كل الدول الآن القاعدة تستضيف حمايتي، والقاعدة تجيب الريبورت بتاع حمايتي، والقاعدة تجيب لنا البعاتي، ودار تظهر قوته للشعب السوداني. لا بد من سحب السفرة دي منها، ولا بد من مقاطعتها. نحن لا نراعي للمجتمع الدولي بعدها، ما من راعي للمجتمع الدولي بعد قتل أهلنا، ولا من راعي للمجتمع الدولي بعد اغتصاب حرائرنا، ولا من راعي للمجتمع الدولي بعد ما ماتوا لنا خيرة الضباط والجيش السوداني عشان يجيبونا نحن نقعد مع زول مجرم خاين قاتل مننا أكثر من 15,000 من عسكري لضابط، وعد يكون آسر مننا من الأسرة أكثر من 25,000 ديل أسرة لحد الآن ما معروف الحاصل عليهم، ولا معروفين ميتين ولا أحياء على مستوى الخرطوم. عندنا أكثر من 450 مقتصبة على مستوى الخرطوم ونيالة والضعين. عندنا أكثر من ديل الناس أكثر من 5 مليون ولا 6 مليون عربية تم نهبها. الكلام ده كله الليلة دول الإيجاد بتحاول تعصر في أخونا البرهان عشان يقعد مع الزول الاسم ريبورت الاسم حميتي. ده حميتي هم ناسين إنه هؤلاء المتمردين الخونة ناسين إنه في بصمات، ناسين إنه في بصمات بتأكد إنه هذا حميتي ولا ما حميتي، ناسين انه في تغنية عالية جدا بتأكد عبر الدي ان اي هل ده حميتي الموجودة ولا ما حميتي. الربع ما تتصل لي في الوقت ده. هل ده حميتي ولا ما حميتي؟ في تغنية موجودة بتظهر للشعب السوداني هل الزول ده فعلا حميتي؟ هل حميتي ده ذات طول؟ هل حميتي ده الادين القاعد يتحرك بين ويكتب بين هنديل الدين حميتي؟ هل الرأس القاعد موجود الان الموضوع على حميتي ده؟ هل ده حميتي؟ الكلام ده كله قد يكون بنسبة 1,000,000% إنه حميتي لأنه مات وشبع موت، وهم دارين بقدر الإمكان يلووا يد الشعب السوداني، ودارين يورونا أن إحنا كشعب سوداني نصوم بيتين ونفطر بيتين قوى الحرية تغيير الهوانات. أنا بقول لكم بعد ذا إحنا انتصرنا يا دوب، وبعد ذا البرهان يسهر سيفه. إذا داير الشعب السوداني يقف خلف البرهان، وإذا داير المقاومة الشعبية تقف خلف البرهان، ما على البرهان إلا يشهر سيفه بيد اليمين وإصهار المصحف باليد الثانية. أن إحنا صحيح الليلة أهلنا في الشمالية بدوا يقبضوا في الهوانات، وأهلنا في النيل الأبيض الآن شقالين قبض في قوى الحرية التغيير والهوانات من حزب اللمة وغيره من الناس المجرمين الخونة اللي هم بيمثلوا الجناح السياسي لحمدوك لحميتي. الليلة حمدوك بعد ما ضيع البلد وبعد ما ضيع 4 سنين من الغلا الفاحش ومن القتال ومن ناس النيقس والمجرمين والفاكنهم من السجون، وإضافة للقلاء الضرب كل الأسواق السودانية والتردي الاقتصادي كان في عهده، جاي الليلة بعد دار استعطف الشعب السوداني بوجود حميتي. الآن نحن حميتي بالنسبة لنا حي ميت ما يفرق معانا، نحن بيفرق معانا حاجة واحدة بس، التفاف القوات المسلحة خلف الجيش خلف المقاومة الشعبية والانتصار على هؤلاء الهوانات وإزالتهم من الوجود. ما في حاجة غير الحل في البلد، والحل في البلد معناته بيشمل القوة السياسية القاعدة تمثل الجناح السياسي لقوة التمرد اللي هم ناس حميتي نفسهم. لا بد من بلهم وحلهم ويمشوا لله. الليلة نحن متقدمين على مستوى الجيلي، متقدمين في كل المحاور الآن القتالية، وفي بعض الناس الآن القيادات بتاعين الفرق وتم تكليفهم في عهد حميتي لا بد من إعفائهم. لا بد حتى لو كانوا هم وطنيين ولو كانوا واقفين مع الجيش السوداني خلاص كفاه، نقول لهم جزاكم الله خير. أخونا البرهان بعد ده تتم تكليف، لا بد من يتم تكليف ألوية، ولا بد من تكليف ناس عمدة في الجيش، ولا بد من تكليف عقدة في الجيش السوداني، ناس تمثل فيهم كل أرواح الوطنية على مستوى السودان. لا بد من إعفاء الفرق كلهم، أي قائد فرقة لا بد من يتم إعفاؤه. قائد الفرقة 18 كوستي لا بد من يتم إعفاؤه على مستوى النيل الأبيض. قائد الفرقة بتاع سنار لا بد من يتم إعفائه وتكليف قائد فرقة آخر. لا بد من إعفاء كل الوزراء الموجودين على مستوى الحكومة الآن الموجودة لأنهم ما عندهم صوت ولا خبر. وزير الإعلام السوداني ما بعرفوه، وهو وزير إعلام على الشعب السوداني ما بنعرفوه. الزول الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله لا بد من إعفائه، وتكلف لنا زول غير نبيل عبد الله. لا بد من إعفاء كل الوزراء الموجودين على مستوى الحكومة السودانية لو دارين نحن الحرب دي تستقر وتمشي لقدام والشعب السوداني ينتصر عليهم على هؤلاء الهوانات. أخونا البرهان عملت بالإجراءات دي وعفيت هؤلاء المتمردين الخونة التابعين لهؤلاء المجرمين
الشعب السوداني بعده بيلتف حولك، والشعب السوداني مناصرك، والشعب السوداني بيقاوم معاك، والشعب السوداني باقي لنا اخر نفس، وباقي لنا اخر رمق، وباقي لنا اخر طلقه، وباقي لنا اخر كرت. الان هو الكرت الشعب السوداني، الكرت الرابح الان هو المقاومه الشعبيه. ده اخر لنا كرت. جربنا المستنفرين ما اديتهم سلاح، جربنا الناس هيئه العمليات ما اديتهم سلاح، جربنا قوة الخاص العمل الخاص ما في زول الدوم سلاح. الآن بقت المقاومة الشعبية تبحث عن السلاح، والمقاومة الشعبية الآن واقفة مع القوات المسلحة، ولا بد من خلاص دارين الحسم بعده العام بتاع 2024 قبل ما يتم 5 شهور لقدام، ما دارين متمرد على مستوى الدولة السودانية. ديل أظهروا عداهم، هؤلاء المجرمين الخونة ناس قوى الحرية التغيير أظهروا عداهم بصورة واضحة، وأظهروا عداهم بوقفتهم الآن مع حميتي، وأظهروا عداهم بوقفتهم ضد الشعب السوداني. يعني هم الآن عارفين تماما إن حميتي ده مجرم، وعارفين تمام حميتي ده قاتل، وعارفين تماما إن حميتي ده بدأ الصراع على مستوى السودان، وعارفين حميتي ده هجر كل الشعب السوداني من مدني والضعين ونيالة والجنينة والخرطوم، وعارفين تماما إنه سرقوا عربات الناس وقتلوا الناس واغتصبوا بنات الناس. هم عارفين كل الكلام ده ناس قوى الحرية التغيير، لكن لأنهم دي أجندتهم، ولأنهم دي الدول اللي قاعدة تملي عليهم بعض الإغراءات وماسك عليهم بعض الملفات، ما في لهم وسيلة وحيدة إلا يقيفوا مع أحمد تل هالك المجرم الخاين. الليلة بيطلع ياسر عرمان، ياسر العريمان بيطلع وبقول للناس، بيقول لهم أنا قعدت مع أحمد تل هو ده لقيته لحم ودم ما لقيته بعاتي. يعني داير يصير للناس إنه واقف مع أحمد تل، وهو ناسي تماما إنه الشعب السوداني من قام إنه ضد زول الاسم ياسر العريمان، وضد زول الاسم خالد سيرك، وضد الزول اللي اسمه وجدي صالح. الشعب السوداني يكره قوة الحرية التغيير، والدليل على ذلك الانتفاضة تمت خلال اليومين السابقين من كل قبائلنا السودانية والمكونات القبلية الموجودة على مستوى السودان. أهلنا الهواوير في شمال كردفان، وأهلنا الهواوير الموجودين في 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 شرق السودان، وأهلنا الجعاليين، وأهلنا الكبابيش، وأهلنا الشكرية، وأهلنا اللحامدة، وأهلنا الكوالة. كل الناس القبائل السودانية كلها طلعت وانتفضت ضد هؤلاء المجرمين الخونة، وضد الاغتصابات اللي قاعدة تتم واحتلال بيوت الناس. عشان كده احنا كشعب سوداني بنلتف حول القوات المسلحة بالوطنية حقتهم، وبنلتف حولهم لأنهم بيمثلوا لنا خط الدفاع الأول. لو سقط خط الدفاع الأول من القوة بتاعت القوات المسلحة حيسقط كل الشعب السوداني، وحيكون تاني لقمة مستساغة لهؤلاء الأعداء والمجرمين والخونة من الدول الجوار، دولة أثيوبيا، دولة كينيا، دولة الأمارات. الناس ديل شغالين أكتر من 5 شهور، والكلام ده قال أخونا نادر العبيد، وقال الناس الآن ديل بيعدوا شغالين بيعدوا في روبرت لحميتي وبصورة حميتي، في حين إنهم ناسين الشعر بتاع حميتي ده لا يمكن أن يكون ثابت. شعر حميتي ده يوم اللي انقلب نفس الحلقة ونفس الشكل كان بيه حميتي في 2013 بداية الحرب، نفس الحلاقة ونفس الشعرات ونفس اتجاه البيضة وين في الشعر واتجاه السواد وين. نسوا انه ما قيروا حتى الحلقة بتاعت حميتي في بداية الشافوا بها الناس، جابوا نفس الهيكل ونفس الشكل وعملوا له ريبورت، وقاموا يهو الآن لا في على مستوى الدول الأعداء. حميتي الليلة ما يقدر يقعد في قطر، ولا يقدر يقعد في تركيا، ولا يقدر يمشي إيران، ولا يقدر يمشي يقعد في أي دولة ولا مصر. حميتي لا بد من يكون لافي في الدول الآن بتمثل لنا إحنا عداء رسمي للشعب السوداني. دولة كينيا أول دولة أعلنت عداءها للشعب السوداني، ودولة أثيوبيا أول دولة بعد الحرب أعلنت عداءها للشعب السوداني، ودويلة الشر أول دولة أعلنت عداءها للشعب السوداني، ودويلة تشاد. كل الدول اللقيطة، الدول اللقيطة، الدول الأصلا دول كلها تربية رعاية اجتماعية، الدول الأصلا يعني كلهم ما معروفين لا أصل لا فصل لهم ولا قبائل فيها. الدول اللي بتكلم عنها دول ما عندها قبائل، دول عبارة عن ميليشيات وعبارة عن شفتة، دول عبارة عن ناس جايبين لهم من دول غربية دايرة تزرعهم في المنطقة دي عشان يستولوا على موارد الشعب السوداني الأصل، دول جايبين لهم عشان بقدر الإمكان يعني يحدوا من الشعب السوداني بالأشياء الجميلة قاعدين يبسوها عليهم. الشعب السوداني، السودان بيمثل العمق الاستراتيجي والرابط الأساسي بين الدول الأفريقية والدول العربية، السودان بيمثل اللغة العربية الحقيقية في كل العالم،
السودان الدولة الوحيدة بنبعث منها نور الإسلام على مستوى الدول الأفريقية ودول الشتات ودول التنصير والمسيحية وغيرها من الهوانات. عشان كده الشعب السوداني مستهدف. الشعب السوداني بمكوناته الإسلامية وبقولة لا إله إلا الله محمد رسول الله ورفعة الراية الإسلامية، إذا كان طرق صوفية، إذا كان أنصار سنة، إذا كان أخوان مسلمين، جميعهم بالتقف كلهم أنهار بتصف في منبع واحد وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدول دي ما دائرة الكلام ده، ولا دائرة لا إله إلا الله، ولا دائرين الإسلام، ولا دائرين السودان ده يكون بموارده وباقتصاده، لأنه بيغذي كل العالم فكريا. عشان كده عادي جدا بعادوا الشعب السوداني عبر الزول الريبورت اللي اسمه حميد ده، والحمد لله رب العالمين نحن انتصرنا عليهم. والليلة البرهان عنده كل الكروت الرابحة الآن في يده. أخونا البرهان ما عليه والليلة إلا يعلن سيفه، وأنا نتوقع إنه إعفاءات تتم في خلال اليوم أو يومين، تتم إغالة كل الهوانات اللي تم تكليفهم في عهد حمدوك وكلهم يدخلوهم السجن. أنا بفتكر إنه أخونا البرهان عندك الآن الكرت الرابح، لا بد من القبض على وزير الإعلام الآن الموجود على مستوى الدولة السودانية وإدخاله السجن، لا بد من القبض على وزير الخارجية الموجود تم تكليفه بعهد حمدوك وإدخاله السجن، لا بد من القبض على كل الولاة تم تكليفهم على مستوى في عهد حمدوك وإدخالهم السجن، كلهم عملاء وكلهم خونة وكلهم ضد الوطن وكلهم ضد ولاياتهم وضد إنسان الولاية حقتهم. الولاة دي لا بد من إدخالهم السجن والتحري معاهم والتحقيق. الولاة الموجودين الآن عشان ما يمثلوا ليك انه عندهم الوطنية وقاعدين الان يسيروا ولاياتهم، ما في ولاية الان فيها تنمية ماشية، ولا في ولاية الان قاعدين يصرفوا الموظفين، ولا في ولاية الان مستقرة امنيا، ولا في ولاية الان مستقرة اقتصاديا. اذا كل المسألة الان والمؤامرة مكتملة بكل اركانها، مكتملة من الجناح السياسي الرسمي بتاع قوى الحرية التغيير، ومكتملة بالجناح العسكري والخونة الزارعينهم داخل القوات المسلحة. أخونا البرهان الآن يا تشهر سيفك، ولا نحن نعلن ضدك الجهاد، ما عندنا حاجة غير ذلك. البرهان نحن منتظرين الزمن ده كله تغيير. الزور الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبي العبد الله ما عنده علاقة بالقوات المسلحة، ولا النفس القاعد يتكلم به نفس ثوري وبمثل قوة الشعب السوداني والدماء الحارة اللي قاعدة تغلي الليلة على مستوى القبائل السودانية. الليلة نبي العبد الله بيطلع له بثلاثة أو أربع كلمات، بالنسبة لنا ده ما ناطق رسمي لاسم القوات المسلحة السودانية اللي بنعرفوها نحن، ولا وزير الإعلام الآن الموجود على مستوى الحكومة السودانية بيمثلنا نحن كشعب سوداني، ولا وزير الخارجية الآن البارد بيمثلنا نحن كشعب سوداني، ولا وزير المالية القاعد الآن يمسك أموال الناس والإغاثات القاعدة تنزل للشعب المنكوب، نحن بالنسبة لنا ما ممثلنا كشعب سوداني. أخونا البرهان الآن أنت أمام تحدي كبير جداً، يا إما تعفي هؤلاء الهوانات وتشير لنا سيفك وتمسك مصحفك بيدك اليمين وتمسك سيفك بيدك الشمال، أو تتنحى وتغال زيك وزي أي زول الآن نعتبرك جزء من هو الحرية التغيير، ونعتبرك جزء من التمرد، ونعتبرك جزء من ناس حميتي نفسهم. نحن ما بنقبل في القيادة، ونحن بنحترمك ومنقدرك ومنحبك في الله لأنك قائد عام للقوات المسلحة، ولأنك بتمثل لنا رمزية وبتمثل رمزية القوات المسلحة. نحن بنتكلم أكثر من 8 شهور أعفي كل الحكومة المكونة في عهد حمدوك، وأعفي كل الولاة المكونين في عهد حمدوك. أتكلمنا عن والي الجزيرة لحد سلمنا الجزيرة أنت ما غلته. أتكلمنا عن قائد الفرقة 18 الموجود على مستوى الجزيرة إنه خاين وطابور لحد سلمهم الجزيرة وأنت ما غلته. الليلة بنتكلم لك عن والي النيل الأبيض، وبنتكلم لك عن القائد بتاع الفرقة 18، والآن الجنجويد بيتجمعوا في بعض الأشجار الموجودة غرب تندلتي وفي بعض الأشجار حول القطينة عشان يغزوا كوستي، عشان تبقى لهم النيل الأبيض بوابة لجنوب السودان، وعشان تبقى لهم بوابة ليوغندا. عشان كده أنا بقول لك إنه تعفي هؤلاء الهوانات المتمردين الخونة. الشعب السوداني محتاج لعملية جراحية كبيرة جدا، الحكومة السودانية الآن الموجودة محتاجة لعملية جراحية ومحتاجة لقاية شجاع، لغاية شجاع ملتف حوله المقاومة الشعبية، وملتفين حوله المجاهدين، وملتفين حوله كل الوطنيين على مستوى العالم. نحن الليلة عندنا خالد العيسر على مستوى الإعلام، نتمنى إنه يتم تكليفه وزير إعلام. ما في حاجة بتمنع إنه يكون وزير الإعلام على مستوى السودان أخونا خالد العيسر اللي هو ساخويا السودان،
وساخوي القوات المسلحة وقاعد يتكلم بكل شجاعة وقاعد ينفي أي حاجة بيقوموا بها هؤلاء المتمردين الخونة. حاجة بتخلي أخونا البرهان ما يكلف ياسر العيسر ما في. خالد العيسر معروف لكل العالم ولكل الشعب السوداني باعتباره الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية. حاجة بتخليك إنه ما تكلف لنا وزير خارجية يقدر يصارع لنا هؤلاء الهوانات المرتزقة اللي بتجمعوا مع التمرد ما في. الليلة وزير الخارجية مفروض يتم الآن استدعاء كل السفر الموجودين على مستوى أثيوبيا وكينيا وغيره. الناس قاعدين يتجمعوا محميتي ذي لأنه ما في طريقة غير إنه وزير الخارجية يستدعاهم ويقطع علاقاته مع الدول الآن الموجودة دبلوماسيا، لأنه الدول دي خلاص أظهرت عداءها، والدول دي الآن أظهرت إنه هي قاعدة تدعم التمرد بالرجال والعتاد، والدول دي الآن أظهرت قوتها ضد الشعب السوداني. بيفتكروا إنه آن الأوان الآن للتقسيم، وبيفتكروا آن الأوان الآن لانفصالات السودان وتفصيله كمان مرارة. أنا بقول لأخونا البرهان الآن الفرصة لك، والفرصة التاريخية الآن عندك، والشعب السوداني الآن ملتف حولك، وإنت أكثر زول الآن مضرر من الحرب، وأكثر زول مستهدف من الحرب، وأكثر زول قوة التمرد والجنجويد كانوا دارين يقتالوك إنت الأول، واغتالوا معاك عدد كبير جدا من الفرقة وأخوانك اللي كانوا موجودين معاك وبيأكلوا الملح والملح. الليلة أخونا البرهان ما في ليك وسيلة إلا تحفها أولئك الهوانات فقط. بعد ذاك نحن بنشوف فيه انتصار ملموس. نحن كنا الخطاب بتاع البرهان اللي قالوا لنا في السنة الجديدة، كنت متوقع أخونا البرهان يزيع البيان بتاع نظافة الجيلي، ويزيع لنا البيان بتاع نظافة الكدر، ويزعل لنا البيان بتاع نظافة الاحتياط المركزي. وكنت داير أخونا البرهان يقول نحن الحمد لله رب العالمين الليلة نظفنا جبل أولياء، ويقول لنا الليلة نظفنا اليرموك. كنت داير أخونا البرهان يقول الليلة نحن طردنا التمرد من الجزيرة مدني، لكن للأسف الشديد كان كلام إنشائي، وكان كلام بيأكد إنه الجنجويد ديل اغتصبوا ونهبوا وسرقوا مجرمين. نعم نحن عرفناهم كشعب سوداني مغتصبين ومجرمين وخونة وأكلوا وسرقوا وكتلوا وشالوا أموال الناس بالباطل وسرقوا عربات الناس، كلها مسألة بقت لنا مفهومة. الجنجويد ديل خليهم، نحن عرفناهم متمردين ومجرمين وخونة وكفر وفسق وكل شيء فيهم. نحن عندنا جنجويد موجودين معانا في الحكومة السودانية، عندنا وزير إعلام الآن موجود في الحكومة السودانية والخانة بتاعته شاغرة، عندنا وزير خارجية الآن موجود في الحكومة السودانية وخانته شاغرة، عندنا وزير ولاة موجودين على مستوى الولاة وخانتهم شاغرة، عندنا خونة موجودين على مستوى قيادات الفرق وخانتهم شاغرة، عندنا الليلة الجيش السوداني مفروض يتقدم على مستوى المدني والقطينة، وكل الخانات دي شاغرة بسبب القيادة فوق بسبب أخونا البرهان. عندنا أخونا شمس الدين الكباشي لا حس له ولا خبر. شمس الدين الكباشي القائد اللي كنا نحن منركز عليه ومنملأ به يدنا، شمس الدين الكباشي الآن ما معروف وين، موجود في 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 بورسودان عليمك الله، موجود في الدول الخارجية عليمك الله، وين وزير الدفاع السوداني ما عارفين محله وين. الناطق الرسمي باسم الهيئة الأركان، هيئة رئاسة الأركان منو في الجيش السوداني نحن ما عارفينه، وزير الإعلام منو نحن ما عارفينه، وزير الخارجية ذاته اسمه منو نحن ما عارفينه، وزير التربية والتعليم على مستوى الحكومة السودانية منو الشعب السوداني ما عارفه، وزير التعليم العالي في الشعب على الشعب السوداني ما عارفه، وزير التعليم العالي الآن موجود منو نحن ما عارفينه، المدير بتاع الصندوق القومي لرعاية الطلاب على مستوى الدولة منو نحن ما عارفينه، وزير الصحة الاتحادي الآن منو على مستوى الدولة السودانية الشعب السوداني ما عارفه. الشعب السوداني الدولة السودانية الآن بتدوير المافيا، والشعب السوداني الآن الحكومة الموجودة فيه كلها حكومة بتاعت قوة حرية وتغيير، والحكومة الموجودة الآن دي حكومة بتاعت قحط، وبنفذوا أجندة قوة حرية وتغيير، وبنفذوا الأجندة بتاعت الأمارات، وبنفذوا في الأجندة بتاعت كينيا قاعدة تستضيف حمايته، وبنفذوا في الأجندة بتاعت أثيوبيا الأصلا هي ضد الشعب السوداني وذات تستولى على موارد الشعب السوداني وعلى الفشقة وعلى الأراضي السودانية. أن إحنا ما عارفين الحكومة السودانية الآن. أنا على أخونا البرهان الآن إعلان السيف إشهار سيفه وبقدر الإمكان يطلع قرارات على الأقل تشفي غليلنا كشعب سوداني. الكيزان الناس ما دارينهم ما تجيبوا لنا، لكن جيب لنا ناس يكونوا معروفين وأشهرهم. الزواج ده زول بعد يجي يتزوج بيعملوا له إشهار، وبلموا ناس الحلة وبلموا ناس القرية
وبلموا الناس كلهم انه ده فلان اتزوج، اتزوج منو؟ اتزوج فلانه بنت فلان. ان احنا الشعب السوداني كله نسخ منه. اي زول سوداني عدا قوى الحريه والتغيير، وعدا الشيوعيين، وعدا ناس حزب البعث العربي الاشتراكي والناصرين، ديل نحن ما بنسخ فيهم لانهم ديل عملاء ومرتزقه ومجرمين وخونوا بخط يدهم في يد اي زول قاتل للشعب السوداني. ظهر لنا التمرد بتاع جون قرن، اول ناس وضعوا يدهم على التمرد ياسر عرمان. اول زول وضع على يده على التمرد بتاع جون قرن ياسر عرمان، والشيوعيين ناس محمد ابراهيم نقد والجماعه كلهم وناس غازي سليمان وغيره من الشيوعيين والمجرمين والخونه. اي دوله بتكون دار تعادل الوطن اول ناس بيمشوا باركوا لها الشيوعيين، واول ناس بيمشوا باركوا للدوله دار تفكك الشعب السوداني بباركوا لها العلمانيين الان الموجودين على مستوى كينيا وعلى مستوى يوغندا. نحن الكلام ده نحن ما بيرضينا ولا بينفع معانا. اخونا البرهان عندك خيار واحد، ما تجيب الكيزان المداري انهم الناس ما تجيبهم. عندنا غصار سنه موجودين على مستوى الدوله، عندنا صوفيه موجودين الان على مستوى الدوله، عندنا علماء ومفكرين من بروفيسورات ومدراء جامعات موجودين على مستوى الدولة، عندنا ناس الآن محضرين ماجستير ومحضرين بروفيسورات. الواحد محضر بروف في العلوم السياسية في الاقتصاد والعلوم السياسية موجودين في دول الآن من الدول من الدول. عندنا ناس الآن محضرين دكتوراه في الاقتصاد في الـ في الـ في, الـ في القانون الدستوري والعلوم السياسية الكونستيتيوشنال لو. في ناس محضرين في القانون الدولي، في ناس محضرين في الكريمنال لو، في ناس محضرين في كل انواع موجودين الان. وشعب سوداني موجود محتاجين تكليفهم واشهارهم على مستوى القنوات الفضائيه وعلى مستوى كل العالم يعرف انه وزير التعليم اسمه فلان الفلاني. وزير التعليم الفلاني لابد من يكون عنده خطه ويجيب لاخونا البرهان خلال شهرين خطتين انا حنفذ فيها واحد اثنين ثلاثه اربعه. لو ما نفذ الخطه يتم اغالته. وزير الدفاع اللي بيكون موجود يدوه زمن محدد لدحر التمرد، يمشي يستعين بالمقاومة الشعبية، يستعين بالمجاهدين، يستعين بالدفاع الشعبي، يستعين بمجاهدين يجيبهم من الخارج مرتزقة. في دول استعانت بمرتزقة يسمون الدعم السريع وجابوهم في دول من الدول. عادي جدا ممكن تستعين بالمرتزقة، تجيب مرتزقة يدق لك المرتزقة التانين بتوقيع رسمي اتفاقية مع الدول التانية. ممكن تمشي تعمل اتفاقية بتاع بيع بتاع أسلحة مع الدول العظمى تركيا والصين وروسيا، ما عندنا مشكلة في ذلك لدحر هؤلاء المتمردين الخونة. محتاجين وزير دفاع الآن على مستوى الشعب السوداني. ما في وزير دفاع الآن موجود، ما في رئيس هيئة أركان الآن موجود، ما في مفتش عام الآن على مستوى الجيش السوداني موجود، ما في وزير الآن موجود وقاعد عنده خطة ومعروف وعنده برنامج قاعد يطرحه للشعب السوداني والشعب السوداني يعرفه. الليلة وزير الصحة ما عنده ما أي حاجة، ولم نعرف وزير الصحة منه أصلا. الأوبئة الآن منتشرة على مستوى السودان، جثث مدعفنة مجدعة في الشوارع على مستوى السودان، النفايات مجدعة على مستوى السودان، الأدوية معدومة تماما من الصيدليات، المستشفيات كلها واقفة تماما في ود مدني. الليلة الناس بيموتوا بالكلى، الناس الآن بيموتوا بالأمراض المزمنة. لو زول الليلة مرض في الخرطوم المناطق المنكوبة عشان يشيلوا الدود مدني يموت بالطريق لأنه الناس خايفين من الجنجويد، ما في مناطق آمنة. لو الليلة أنا داير أسافر من كوستي عشان أجي بورسودان إلا أمشي بسنار وإلا أمشي بالدمازين. لو الجنجويد قفلوا الدمازين وسنار تاني سفر ما في، الطيران حيقيف تاني، ما بكون في سفر للدول الخارجية. يعني لو عندك زول مرض ما بتقدر توصله مصر. المسألة دي كلها حسمها في يد البرهان، وكلها حسمها في يد اخونا ياسر العطا والناس اللي احنا موكلين لكم انتوا قدامنا وانتوا قياداتنا، وانتوا الان بتمثلوا لنا رمزيه وبتمثلوا لنا الجيش السوداني. ان احنا الان خلفكم، ان احنا خلفكم والقبائل كلها خلفكم، كلنا ضد هؤلاء المرتزقه والعملاء والمجرمين والخونه الموجودين على مستوى كينيا وعلى مستوى يوغندا. الشغله دي لو ما تم التكليف وتم تغيير هؤلاء المجرمين الخونه، أنا بقول لأخونا البرهان أنت جزء أساسي من حمايته، وأنت جزء أساسي باعتبارك من الدعم السريع، وأنت جزء أساسي من قوى الحرية التغيير. لو ما تم التغيير ده في خلال اليومين المقبلين وما في جلوس أو تفاوض مع هؤلاء المرتزقة ولا مع زول ريبورت ما معروف ذاتهم منو حي ميت بعاتي، ما في زول حيقعد معاه. نحن كشعب السوداني متضررين أكثر من الجيش السوداني نفسه. الليلة الشعب السوداني الناس سكنوا في بيوته والناس دمروا المصانع بتاعت الشعب السوداني
ودمروا الشركات بتاعت الشعب السوداني، ودمروا الصيدليات والمستشفيات بتاعت الشعب السوداني، وبتلامس قضايا المجتمع السوداني. الناس ذي الليلة سرقوا دكاكين الناس السودانيين، نحن المتضررين أكثر من الجيش السوداني. يمكن الجيش السوداني العسكري يجدع البندقية ويمشي، ممكن عادي جدا نقول يا أخي ما بكاتل نفس الشيء اللي عمله في الجزيرة ونفس الانسحابات اللي تمت في الضعين وفي نيالة. لكن أنا كشعب سوداني متضرر، وأنا كشعب سوداني لا يمكن أن نضع يدي في يد واحد قاتل ومغتصب لأخواتي وحرائرنا وكاتل جزء من أهلنا ومن بيوتنا. ما بنضع يدي على يده، ولم نقعد معه في اتفاقية، ولم نقعد معه في تفاوض أصلا. ما في حاجة بتخليني نقعد معه في تفاوض وهن الناس محتلين الأراضي كلها. ما بقعد مع زول متفاوض وأنا منكسر لحد الآن، المعسكرات ماسكيننا الجنجويد وقاعدين فيها ومستوطنين فيها. ما أنا بمشي بقعد في تفاوض والجنجويد متأصلين موجودين على مستوى الجزيرة. أنا بقعد في تفاوض بعدين أكون في منطلق قوة. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عمل صلح الحديبية كان في منطلق قوة، ما كان في منطلق بتاع ضعف، لأنه كان واثق. ربنا قال له إحنا بننصرك، ربنا أكد له إنه حينصره بعد حين، حتى لو بعد حين ربنا قال له أنا بنصرك. أنا كشعب سوداني الليلة ما بقعد مع زول قاتل ولا بجتمع مع زول قاتل. وأنا بالنسبة لي الناس الآن المكونات بتاعت الحكومة السودانية الموجودة كلهم قتلة. بالنسبة لي الآن الناس الملتفين حول البرهان كلهم قتلة، وهم جزء من الجنجويد وجزء من المرتزقة الآن الموجودين. إذا كان الولاة بتاعين الولايات كلهم وارث النار اسمه منه، وارث النار اسمه منه، وبيصهر لمنه، ما قاعدين نعرفه. نحن كنا في حكومة الكيزان الكعبين اللئيمين اللي بيعرفون الناس، اللي قالوا الناس دي المجرمين. كانوا الناس بيعرفوا كل الولاة على مستوى الولايات. معروف لنا والي شمال دارفور كان محمد يوسف كبر، معروف لنا والي شمال كردفان كان محمد أحمد هارون، معروف كان رئيس كان والي جنوب كردفان، معروف لنا حسين ياسين زاك الدين، كان معروف الوالي تاع الشمالية أخونا غلام الدين عثمان آدم، كان معروف والي النيل والي مدني كان معروف محمد طاهر إيلة، كان معروف والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، وبعده جاء الزول اللي اسمه عبد الرحيم محمد حسين، كان معروف والي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا. نحن الليلة الولاة ما بنعرفهم، الوالي المسؤول من الولايات الليلة أي والي في ولاية نحن ما بنعرفه. الليلة والي الخرطوم الناس ما بعرفوه، والي الجزيرة اسمه منو الناس ما بعرفوه، والي كسل اسمه منو ما بنعرفوه والله، والي بورسودان ذاته اسمه منو نحن ما بنعرفه، الوالي بتاع سنار اسمه منو الناس ما بعرفوه، والي النيل الأبيض حقنا أنا والي النيل الأبيض اسمه منو خليفة ما بعرفه، عنده لا اسم كده ما بعرفه زمان ولا شفته ولا بعرفه حتى في الإعلام ما بعرفه لأنه ما ظاهر. الوالي بيفرض نفسه، لكن دير لأنهن ولاء جحاتة، لأنهن ولاء سجمانين، لأنهن ولاء مرتزقة، لأنهن ولاء تابعين للدعم السريع، لأنهن ولاء تابعين لقوة الحرية التغيير. ما في زول بيعرفهم. سيبك من الولاء، الولاء خليهم دير لأنهن ولايات، الولايات بقت أقل من المعتمدين، لأن المعتمديات ذاتها نحن دي خليها بالنسبة لنا خلاص اتناسيناه. المعتمديات على مستوى الولايات اتناسيناها، ما بنعرف المعتمدين ذاتهم كلهم على مستوى الولايات. حتى داخل ولايتنا ما بنعرف معتمد كوستي، معتمد ربيك، معتمد القطينة، معتمد وين الشيخ الصديق، معتمد تندلتي، معتمد جبلين. المعتمدين ديل حقين ولايتنا ما بنعرفهم، ما بنعرفوه. ما معتمد الديوان منو ما بنعرفوه، لانه اصلا الوالي، لانه برهان ما شهد لنا حيله. برهان شد لنا حيلك، ورينا نحن دارين نعرف المسؤولين ديل شو منهم. سيبك من المعتمدين وسيبك من الوزراء بتاعين الولايات والولاة، نحن محتاجين نعرف الوزراء الاتحاديين. وزير الخارجية يا شعب سوداني ما بتعرفوا اسمه، اسم وزير الخارجية منو نحن ما بنعرفه. زمان بنعرف وزير الخارجية الاسمه غندور إبراهيم، كل الشعب السوداني بيعرفه. كان وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل، كل العالم كان بيعرفه. الليلة وزير الخارجية في حكومة البرهان نحن ما عارفين اسمه منو. السفراء الموجودين على مستوى الدول ما بنعرف اسمهم منو، نحن كنا بنعرف السفراء، كنا بنعرف سفيرنا في بريطانيا أخذنا سنة حمد العوض، كنا بنعرف السفراء على مستوى الدول لأنهم كانوا مبدعين وكانوا فعلا بيمثلوا الدبلوماسية السودانية. لكن الليلة السفراء على مستوى الدول نحن ما بنعرفهم. السفير الليلة ما عنده فريق بينه وبين الجحاتة، فقط راكب عربية وساكت. الليلة نحن محتاجين لسفراء يصارعوا لنا الدول الخارجية. الليلة وزير التعليم العالي نحن ما بنعرفه، زمان كنا بنعرف وزير التعليم العالي اسمه خميس كونجكوندا،
خميس كنجكوندا من أهلنا في كردفان اللي هم النوبة في جنوب كردفان. خميس كنجكوندا أي زول بيعرفه كان وزير الخارجية، كان وزير التعليم العالي. تابيت بطرس كانت وزيرة الصحة، نحن كنا بنعرفها، لكن للأسف الشديد حكومة البرهان نحن ما بنعرف الوزراء حقنا. احتمال يكونوا دي العمالة والارتزاق نفسهم، ودير الناس الداعمين الأساسيين لحميتي نفسه، ودير الناس الواضعين يدهم الآن مع حمدوك ومع ياسر العريمان. الترتيبات دي بتقوم بها انت يا برهان وبقوم بها ياسر العطا. الترتيبات الداخلية دي لو ما قمتوا بها الناس دي حينتصروا عليكم، والدعم السريع حيتمدد وحيستلم كوستي والجنينة والضعين، ويستلم كسلة وبيستلم بورسودان، وحيستلم القضارف ويستلم كل المناطق، وحيموت المواطن البسيط ويتم السرقة والنهب علنا وعيانا بيانا. حيتم الاغتصاب في شوارع، حتلقى كل الجرائم المحرمة دوليا والمحرمة في القرآن وفي الدين حتتم من ناس الدعم السريع على مستوى الولايات وعلى مستوى المحليات. الليلة الدعم السريع بيرصص الناس على قدام أبهاتهم، والليلة بيغتصب النساء قدام أزواج، وبيغتصب البنات قدام أبهات. الدعم السريع الليلة بقت قوة مجرمة. إذا كان الليلة في قوة سياسية بتخط يدها على القوة المجرمة القاعدة تحتضن هؤلاء المجرمين الخونة، وعارفاهم إنه دخلوا الجزيرة واغتصبوا، دخلوا الجزيرة وسرقوا الدكاكين، دخلوا الجزيرة وسرقوا عربات الناس، دخلوا الجزيرة وشردوا أهلنا في الجزيرة. وبتجي الليلة قوة الحرية التغيير بتضع يدها عليهم وبتقول لحمتان احنا حنقعدك مع البرهان. ان احنا على برهان الليلة يا التفحة للشعب الشعب السوداني، ويا يقيف مع الشعب السوداني كزول راجل وزول بطل ويمثل التاريخ، ويبقى لنا انه الزول حرر السودان من المرتزقة والخونة عبر التاريخ من الله خلق الدنيا. ما حصل تمرد زي حصل الان على مستوى السودان. يا اما برهان يضع يده معاهم وبعد ذلك ينحلى وينبلى ويمشي لله، ما عندنا حاجة غير ذلك. يا إما تضع يدك مع الشعب السوداني وتعفي كل الحكومة بتاعتك الآن الموجودة وتكلف حكومة جديدة. كلف لنا وزير الإعلام، محتاجين لخالد العيسر في الوقت ده بالتحديد، محتاجين لي يمثل وزير إعلام أو يمثل وزير خارجية، زول عمره شباب وزول قد يكون موسوعة فكرية وقد يكون زول ناطق بصورة كبيرة جدا من أفضل الناس الناطقين على مستوى القنوات الفضائية. ما في حاجة بتخلي أخونا البرهان ما تكلف ياسر العسر وزير إعلام، ما في حاجة بتخلي أخونا البرهان ما يكلف ياسر العطا وزير الدفاع، ما في حاجة بتخليك إنه ما تكلف لنا زول غايد على مستوى النيل الأبيض تجيبوا لنا والي للنيل الأبيض عشان يضل ينظف الخونة والمجرمين داخل النيل الأبيض، ولا على مستوى ولاية الجزيرة ولا على مستوى الوزارات الكبيرة. ما في حاجة بتخليك الآن ما تعفي هؤلاء المجرمين. الناس دي تابعين لقوى الحرية التغيير وتابعين لهؤلاء الخونة، والناس دي الآن أظهروا عداهم للشعب السوداني وأظهروا عداهم للجيش السوداني، والآن كل القتل والتدمير والتم على مستوى السودان كله بقيادة قحط نفسها وبدعم الدول الآن المأجورة والدول العميلة دي لقوى الحرية التغيير ولحميتي نفسه. المسألة دي كلها محتاجة لإجراءات قلم ورقة، ما محتاجة لحاجة غير قلم ورقة. أخونا البرهان تقعد في بيتك وتقعد مع خبراء ومستشارين يجيبوا لك الشعب السوداني الأصيل القاعد الآن يقاتل في الميدان، والناس الموجودين الآن حتى إن شاء الله يكونوا عمد بتاع قبائل. ما عندنا مشكلة، تكلف لنا أي عمدة تجيبه على أي ولاية من الولايات بيشتغل أحسن من الهوانات الموجودين، وتكلف لنا وزراء بيشتغلوا أحسن من دين. عندنا أساتذة بتاع الجامعات الآن موجودين قاعدين في السودان، عندنا بروفيسورات الآن موجودين في الدول الخارجية ممكن تستعين بهم، عندك مستشارين الآن. أعمل إعلان بصورة رسمية، أعمل إعلان لناس وطنيين على مستوى العالم ده واستفتاء رسمي وكلفوا نجيبهم، وأنا متأكد يديروا الدولة. لو الدولة دي غلبتك رجع الدولة لأهلها، لو غلبتك الدولة البشير قاعد حي لسه ما مات بعرف الناس. أمشي استعين بالبشير بالبعرف الناس، جيب إن شاء الله تجيب لنا كيزان، تجيب السجم الرماد، تجيب لنا طوابير، تجيب لنا ناس وطنيين فقط، ناس بهمهم على السودان، وناس بتهمهم أرض السودان، وناس بتهمهم بنات الشعب السوداني عشان ما يجونا مرتزقة وخونة وناس ربيانين عمرهم كله ربيانين في الخارج. ياسر العريمان من الله خلقه ربيان في التمرد وربيان في جنوب السودان وربيان في أثيوبيا في البارات وفي محلات العهر والدعارة وغيره. كل هؤلاء الهوانات حمدوك من قام مجا السودان ولم نعرف عنه حاجة،
من الله خلقوا في دول في دول الباطل والدول الان الواقفه على حلول تغيير، عشان احنا دارين الناس الوطنيين كلف لنا ناس من ابناء الشعب السوداني نفسهم خلون يديروا الدوله دي وتمشي الدوله لقدام. نحن ما في زول بيقدر بخوفنا، ولا في دوله بتقدر تملي علينا اغراءات، ولا في دوله بتجيب تلوي يدنا بالقوه تقعدنا مع حميتين، ولا في دوله بتقدر تلوي يدنا بالقوه تقعدنا مع قوى الحريه التغيير والهوانات الموجودين الان في اثيوبيا. نحن كشعب سوداني الان قلنا كلمتنا، وكشعب سوداني قادرين نحرر بلدنا، وقادرين ندحر التمرد عبر القبائل الموجوده على مستوى السودان، وقادرين ندحر التمرد عبر اي بيت سوداني الان موجود. من اقتلك بالفاس، من اقتلك بعكاز، من اقتلك بسكين بسفروك، من اقتلك عادي جدا باي حاجه، نحن ممكن نبيدك كجنجويد ومرتزقه وجاي من تشاد والنيجر وغيره. اخواني الكرام لكم التحيه، وانا سعيد كل السعاده نلتقي بكم، ونتمنى انه لانه بعد ذاك حيكون اخونا صرفه في الارجاء من الناس الوطنيين وعروف للناس، صرفه وحده بيمثل كل الاعلام وكل يعني صرفه بيمثل الجيش كامل، بيمثل الشعب السوداني كله. ما في زول من الاعلام المرتزق والمأجور بيلحقوا في الحجه، ولا بيلحقوا بالمنطق، ولا بيلحقوا في الدليل واقامه الحجه على هؤلاء الهوانات اكثر من اخونا الانصرافي واخونا ياسر العيسر واخونا بسيوني واخونا ابو الدهب وكل الوطنيين الخلص، اكثر ناس حجه ودليل دامغ وقاعدين يدعموا كلام باجرام قاعدين يعملون ناس الدعم السريع على ارض الواقع وقاعدين يرسلوه للناس وقاعدين يرسلوا رسائلهم بالشيل قاعد يتم من قوى الحريه التغيير ودعمهم للتمرد بصوره ساته. واخونا نادر العبيد له التحيه، اخونا نادر العبيد ما بيتنبأ لكن مصادره قويه وقاعد يقول كلام وبيحصل على ارض الواقع. بعد قال لكم حميتي ده الامارات شقاله دفعت 3 مليون دولار عشان يظهروا حميتي في روبورت للشعب السوداني ويتحرك عبر الدول العميله دي ويحاول انه يقعدوه مع البرهان. الكلام ده ما قالوا ساكت، قالوا قبل 5 شهور من بدايه الحرب، من اول يوم حميتي مات فيه وبدا ظهروا للناس قال لهم الزول ده مات، لكن حيظهروا لكم في ذكاء اصطناعي ويجيبوا لكم صوره يا هدى ماشي. عشان كده انا بقول للناس ما تلتفت للشائعات ولا تلتفت للاكاذيب بتاعت غور حريه تغيير، ولا بعد ده اكثر مره اكثر وقت تتهزم فيه غور حريه تغيير الوقت الان اتظاهروا فيه حمايتي الان في الدول الماجوره دي. لكم التحيه اخواني الكرام، تقبلوا تحياتي دوما ياسين البشير، ونلتقي ان شاء الله في لايف يوم قدر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نتمنى الناس تعمل لنا متابعه وتعمل شير وتشير الصفحه باذن الله سبحانه وتعالى، لانه جديده الصفحة قد يكون فيها 5000 متابع، لكن فيها الصفحات الكبيرة كلها تم تعطيلها تماما من اللايفات المباشرة، وإن شاء الله الصفحة ديك هتفتح بعد 14 يوم ونواصل فيها. لكم التحية، تقبل تحياتي دوما ياسين البشير، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.